مورد اي مي اورنت انا جوز الست يا بوالي والي 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 يا بعيني عيني يا ما قلت لك نقي العدس منيح ولي طلع لي بحصة. بتعرفي انت محظوظة؟ يعني إذا انكسر سني محظوظة. شوفي إذا معاجبتك نقايتي ابقي نقيون انت. اكل بلا تعليقات بايخة. ام هادي شو رأيك صالحك مع هادي؟ لا شكرا، لا بدي لا صالحه ولا يصالحني. تريحيه من نقي. شو قلت؟ خافي ربي، ما قلت شي. لا قلت بس بقلبك. يخرب بيته شو سلال مجهود؟ ايه حبيبي مو حاسة انه بس ما متغيرة شوي؟ طبعا متغيرة كتير وانا كتير مبسوطة لهالتغيرات هاي. شو السبب برأيك؟ اكيد هاني. معقول تكون بتحبه؟ المراهقات والمراهقين ممكن يسموا هيك علاقة حب، بس بكرة بس يكبروا تتغير مفاهيمهم للحب. بعدين انت ليش خايف؟ يا سيدي ان شاء الله يضلوا يحبوا بعضهم. هاني شاب كويس وممتاز وذكي كتير واكيد مستقبله رح يكون عظيم. بس أنا خايف من غلط. مشان هيك لازم نثق فيهم، بس بنفس الوقت نواعيهم ونراقبهم. بكل الأحوال ماجدة خليكي قريبة من بسمة، خليها تتعود تحكي لك أي شيء بيصير معها. أكيد، وأنا هذا اللي عم ساوي واللي رح ضلني ساوي. إيه، والله وكبروا فراخ الطير يا هادي. ابن عمي ابن عمي، تفضل تقبرني، هي طرية وظريفة. هلا نحن مو لازم نخبر ماجدة بالمصاري اللي رح يبعتهن ابن اخي؟ طبعا لازم نخبرها لكان. اتصلي فيها لكان وبشريها. حاكم هلا بتكون قاعده عم تفكر منين بدها تدبر اجره العمليه. إيه لا حبيبي، البشاره بالتليفون بتفقد بهجتها. اليوم المسا جاي تسهر عنا هي وجوزها ومنخبرها ساعتها. كمان بيصير. شو اشر لك تفاحه كمان ابن عمي؟ اشري. غزيت العين، شايفة مفتوحة قابليتك اليوم كتير على التفاح، تفضل. حسد ولا ضيقة عين؟ لا والله لا حسد ولا ضيقة عين. هلأ بدي ضل أشر لك حتى تقلي حاجة. نسيت قلك سحر جاي لعندي اليوم الساعة 7. خير شو بدها؟ بده إن شاء الله وحدة انتهازية. قال شو؟ بدها إياني ساعدها مشان ترسل المناقصة الجديدة تبع المعمل على جوزة. شو يعني؟ يعني بدها إياني غش. طالما بتعرفي شو بدها وما رح تساعديها، ليش لا تفكري أصلاً إنك تستقبليها؟ المفروض تقول لك لإجي لعندك ولي لمالي بالبيت تلاقي لك شي حجة، المهم تتهربي منها. مزبوط كلامك، بس في حساب بدي صفيه معه. طالما شايل عندك رفيقتي انا كمان داي خلي طالع غير وعي وتمشعلي شوي مثل ما بدك حبيبي. لقد اعترفوا هم انفسهم بذلك. هناك الكثير من الاحباط والحنق وما يوشك ان يصبح حاله من الشلل في مناطق عده بسبب الاستياء العميق اذا ما يحدث. اجيت والله جابها. هذا اكيد هاني. دايمة ماجدة صحتين وهلا ان شاء الله. ايه هلا صرنا لحالنا، شو صار مشان المناقصة؟ قلت لك اياها قبل بمرة وبرجع بعد لك اياها، خلي جوزك يقدم على المناقصة وإذا كانت من نصيبه خلص بياخذها. يعني ما رح تساعدينا؟ صدقيني ما رح أقدر ساعدكم. ايه إذا قصدتي بتقدري. شوفي سحر، رح أكون صريحة معك وأقول لك بجوز المنصب يسمح لي إني أتجاوز كتير شغلات وأتدخل بمصير المناقصة، بس أنا كماجدة لا يمكن ضميري يسمح لي إني أقدم على هيك خطوة حتى لو كانت المناقصة لأخي. كتر خيرك، غمرتينا بلطفك وحنانك حبيبة قلبي. من زمان صيري مديرة عامة وتكبري علينا، الله يرحم أيام ما كنتي تمدي إيدك وتتديني مني 500 والألف. عن إذنك.
تفضلي ست سحر. شو هاد؟ هذا الخاتم يلي هديتيني اياه لما اجيتي لعندي المرة الماضية مشان تباركيلي بالمديرية العامة. وليه عم ترجعي لي اياه؟ أنا بحب الهدية تكون تعبير عن محبة حقيقية وتكون نابعة من قلب محب، والخاتم هاد ما بيحمل هالصفات هاي. تفضلي رشوتك، قصدي هديتك. ايه هاتي، اصلا ضيعانه فيكي هيك خاتم بخاطرك. مع السلامة. دربي سيد ما يرد ان شاء الله. شلون لقيتني؟ عظيم عظيم كثير، انت اساسا ذكيه وبتستوعبي بسرعه، بس لانك ما كنتي عم تحضري كنتي مقصره. يعني رح اكتب منيح بكره بالمذاكره؟ طبعا ان شاء الله، بس انت هيك روقي واهدي، وبكره بتمسكي ورقه الفحص بتقري الاسئله وبتركزي على افكارك وبعدين بتجاوبي. طيب شو حلواني اذا جاوبت بكره على كل الاسئله؟ يعني بجيب لك هديه. شو هي؟ طيب انت شو حابه اجيب لك؟ ما رح تقل عليك، وردة حمرة بتكفيني. أنت وباقة الورد حديقة، أنت للشمس والقمر رفيقة، الحياة وهم وأنت فقط الحقيقة. كمل، ليش وقفت؟ وهاتي الموبايل يا أعز صديقة. ليش بدك يا؟ يعني بخاف انه اهلك يشوفوا الموبايل معك ويفكرون انه نحن قاعدين عم نلعب وهيك، ما عاد يخلونا ندرس سوا. اعطيني اياه. تفضل. شكرا ليداك الرقيقة. عفوا على مجاملتك، اتمنى ان تكون صدوقة. انه عجبك هيك؟ هادي لا اتصل فيني ولا سأل علي. مو انت قلتي له ما بقى بدك اياه يجي لهون ولا بدك تشوفي خلقته؟ بس مو هيك يطنشني بالمره ولا يسأل. مو مشكله، قوم اتصل لك فيه خليه يجي. لا 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 لا، لا تتصل بحدا ولا حدا يجي. انا بعرف كيف خليه يرقد رقيد. اشتلقوا. اخ شبه؟ شو هاد؟ قولي شو هاد؟ شبه؟ هلا ما كان فيك شيء؟ هلا صار فيني شيء ولي؟ شو معدتك يعني؟ ما بعرف. ساوي لك بابونه؟ لا مو شغله بابونه. كمون؟ ولا كمون. لك عن شو بدي اعمل اللي انا؟ ما بعرف اتصرف. لك شو اتصرف؟ اخذك على المستشفى؟ لا لا تاخذني على المستشفى رح موت. وري شو تموتي واقفه شوي لاتصل بابنك. هي أكيد سوسن، ما بدي أحكي معها وضيع وقت، أحسن شي أدرس. شو صار معك؟ ما حدا عمري؟ اتصل فيه على موبايل مرته. وأنا شو بعرفني موبايل مرته؟ بتلاقي مكتوب على الورقة تحت التليفون تصه. لا تواخذني يا عمي، ما قدرت مر على المستشفى، كنت مشغول شوي. معلش تقبرني ولا يهمك. مو مشكلة. موبايلك ماجدة. بس ما يكون صاير شيء خطير بالمعمع. لا إن شاء الله. هادي هذا رقم أهلك، خذه. خير إن شاء الله. ألو أهلين يا بي. لا عم تعشى عم بيت حماية. خير شبهها. يلا جاي جاي. خير هادي شو في؟ امي تعبانه شوي، عن اذنك عمي لازم روح شوفها. ان شاء الله خير يا جاي معك. يلا تعي يلا ماما خطبينا. ها طيب ماما. اي بابا اي يلا طمنونا دغري اتصلوا فينا. ولا يهمكم. يلا باي. خاطرك مع السلامه. طولي بالك. لا خفت الوجع ولا عم يزيد؟ عم يزيد. لك شو صار معك انت؟ لك اتصلت فيه عملك، اتصلت قال لي هلا جاي. ها يمكن اجى. يتبع. هلا بابا. مرحبا خير. شو في؟ ما بعرف، على قولك حموت. ما
خير يا أمو سلامتك، شبكي؟ شو شبني؟ رح أموت، أنقذوني. أكلي شي أكلي يا أمو. لا مالي بخبصة هيك بتذكر. الأكل اللي أكلت منه أكلت منه أنا. هادي لا تضيع وقت، انزل خد السيارة وروح جيب طبيب لأمك، مبين عليها تعبانة بسرعة. ردي لاقي دكتور بهالليل. ما بعرف، دبر حالك من مستوصف المستشفى روح. ماشي سندي عندي، سندي عندي. يلا سلامتك مرت عمي، تقبري لي سلامتك. يا حلي بعدين أخيرا تذكرتي تسألي علي. يا علي أنا. صرفوا كتير على أبو رامز، خليهم يصرفوا علي شوي، شو بيصير؟ سلامتك مرت عمي، ألف سلامة عليك إن شاء الله يا رب. حبيبتي حبيبتي على مهلك، تخيلك أنا عمي. يا عروس المشتتي هي وأصحابي من مغاني وديول الشوف، يا عروس المشتتي هي وأصحابي من مغاني وديول الشوف. لن تري حبة رمل فوقها لم تحط بدن حرين، لن تري حبة رمل فوقها لم تحط بدن حرين. درج البغي عليها عقبة الهوى دون بلوغ البرد، درج البغي عليها. من اجتني هالوجعانة؟ منين؟ هيك فجأة. هون عم يجعني؟ ايه يعني. هون؟ اخ اكتر. طيب هون؟ اخ اخ اخ، في شي هون اكيد. هيك رح موت انا. طولي بالك يا مو، طولي بالك. ما عاد فيني اتحمل الوجعانة. دكتورة، دخيلك ساعدينا اياها للوالدة. بسيطة هلا، بس تاخد الابرة بتهدى. لا ما بدي ابرة. يا يامو ما بيصير، لازم تاخدي الابرة، بلكي بخف وجعي. ابرة ما باخد انا. لا تخافي مدام، انا ايدي خفيفة كتير، ما حخليكي تحسي فيها. خفيفة تقيلة، ابرة ما رح اخد. اتركوها على راحتها، حاجة تعذبوها. بدك ياهن يتركوني على راحتي مشان موت وتتخلصي مني امو. يا علي انا بقيت الشر عنك مرت عمي. قولي علي ضروري احكي. يامو ضروري تاخدي الإبرة، بلكي بخف وجعك، الله يرضى عليكي. إبرة ما رح أخذ. دكتورة ما بتتبدل معك الإبرة بحب بشراب؟ ممكن، بس الإبرة بتعطي مفعول أسرع. يا ستي خليها أبطأ. يعني ما بيمشي الحال إذا ركبوا لك شبكة بدال ما يغيروا الشرايين؟ ما بيمشي الحال. خير إن شاء الله. وإمتى ناوي تعمل العملية؟ بهاليومين. أهلين وسهلين بجارنا أبو ربيع ميت، أهلا وسهلا ومرحبا. بالآية لأختي أم رامز. تفضل يا اخي تفضل. يعيشوا هديات. تفضل اخي ابو تفضل رامز. تفضل ابو رامز. ان شاء الله بنشربها يوم اللي بيطلع اخي ابو رامز من العمليه بالسلامه. الله يسلمك الهي. اليوم اتصل رامز وسالني عنك وعن ربيع. ها. وقال ان شاء الله بده يحكي مع ابن عمه مشان ياخذ ربيع لعنده. الحمد لله، المهم نحصل على الفيزا. الا ان شاء الله بتاخذوها بتاخذوها ان شاء الله. خير دكتوره، شو صاير مع الوالده؟ لسه الامور ما وضحت لهلا، بكل الاحوال بيجيبوا لها هذا الدواء وبتاخذ منه، بجوز المراره تكون ملتهبه او فيها بعثه. خير ان شاء الله. هادي وصل الدكتوره وروح على الصيدليه مناو بيجيب الدواء وتعب بسرعه مشان تاخذه امك بلكي بترتاح. دخيلكم رح اموت انا، اشفقوا علي. اوام اوام هادي يلا يلا على عيني. تفضلي دكتوره تفضلي. عمي انا فايت لجوا. ايه اطلع عبد الجبار. لك عبد الجبار بتضل نايم، اطلع. حاضر استاذ. شو قالت لكم الدكتوره؟ بدي موت ما؟ لا يو بعيد الشر عنك مرت عمي، قالت بدك تموتي بعيد الشر عنك. لا قالت انه يعني ما بدك بسيط، ما انه خطير بنوب الحمد لله. يعني عم كذب عليك يا انا؟ لا مرت عمي والله ما قصدي، ما عم تكذبي لا سمح الله، بس يعني انه مرضك بسيط، قالت بس تاخدي اول حبه بتصحي ان شاء الله. خليك خليك عمي، هذا اكيد هادي انا مفتاح. الله يرضى عليك ويحن عليك يا بنتي. لك اخ بطني لك اخ. لقيت الدواء؟ ايه لقيته الحمد لله. جبت لك الدواء يا مو. شلونك؟ الله يرضى عليك. ان شاء الله عم يخف الوجع. بالعكس عم يزيد. ماشي دا جيبي لنا كاسه مي تشرب الدواء. ايه على عيني لحظه. سلامتك يا امي. سلامتك. سلمك دوبرني، شو حنون انت؟ شبك يا مو كانك من الزاويه من ابي. ام رامز اتصلي بماجده واطمني على حماتها. لا حبيبي ما رح اتصل. لك مي حلوة مشان هادي. لك حبيبي والله بخاف اتصل، تفكر حماتها انه شمتاني فيها. انت ما بتعرف هالام هادي؟
بكل الأحوال لازم تعملي واجبك وتتصلي وتطمني على المخلوقة، وإذا في إمكانية احكي معها شخصيا بيكون أحسن. حاضر، أمرك. إن شاء الله هدي الوجع شوي يا مو. أنا هدي نتوفة صغيرة. يا مو عم بحكي معك أنا، شلونك؟ إن شاء الله أحسن هلا. إيه ماما، لا الحمد لله منيحة، جبنا لها الدكتورة ووصفت لها دواء وعطتها إياه والحمد لله ارتاحت شوي. أخبطني. إيه ماما بعدين بحكي معك. إيه يلا ماما، بتسلم عليك كتير كتير وبتتمنى لك الشفاء العاجل. يا حصرتي عليك يا حياة على هالمرضى، إذا طولت ها شو بدي يصير فيكي؟ لا عندي بنت حنونة تغسل لي وتطبخ لي وتجلي لي وتغير لي التكت وتغير لي أواعيني. دخلكم ولي على الآخرة يا حياة، روحي قتل يا حياة. بعيد الشر عنك يا مو، لا تكلي هم كلنا حواليكي، أنا وماجدة وأبي. الحمد لله هديت ونامت. شوف هادي، من شان ما نختلف ونتزعل أنا وياك، أمك غالية علي مثل ما أنا غالية عليك، الله يشفينا إياها ويقومها بالسلامة يا رب. أنا ممكن زورها، أعمل لها كاسة عصير، أعمل لها غدا، ساعدها بأي شيء، أما أني أغسلها، أعمل لها طبخ، أجلي، أغسل، أنفخ، ما بعرف شو مثل ما عم تطلب أمك، فأنا هي مالي قدر عليها بنوب، وأصلاً ما عندي فضا. بدك من بكرة الصبح ببعث لها وحدة تضل عندها أسبوع زمان تعمل لها كل شيء بدها إياه. هلا خلينا نستنى للصبح، بلكي بتفيقي رايقة وبتنحل كل المشكلة إن شاء الله. إن شاء الله. هاي حلو. أهلين ماما. شو؟ لهلأ عم تدرسي؟ بترجاكي طلعي، بكرة عندي مذاكرة وبدي أدرس. طالع حبيبتي طالع، لا تأكلي. مرحلة الازدهار في هذه المرحلة مدرسة المحافظين في الثقافة العربية، الصرف الذي كان يحصلون على جودة الصوغ والعبارة. سبحان مغير الأحوال، بس ما شكله من وقت اللي رحنا لهلأ وهي قاعدة عم تدرس. ايه الحمد لله. على فكرة بيمشي الحال اخذ منك اجازة هون ولا اروح بكرة على المديرية اخذها؟ لا حبيبي ما في داعي بكرة تروح على الشغل، بكرة بتروح لعند امك وبتطمن عليها، واذا لقيتها لساتها عم تتوجع بتاخذها وبتعملها صورة ايكو مثل ما قالت الدكتورة، ووقت بدك السيارة ببعث لك اياها. لا سيارة ما بدي، من شابه امه وما ظلم. على راحتك حبيبي. أبو فاضل. أهلين مدام، صباح الخير. مريني مدام. شو وينها مدام سماح؟ بتكون جاي على الطريق، هي كتير نظامية، يعني لو ما في عندها شيء مهم أخرية ما بتأخر. شو شايفتك عم تدافع عنا؟ العشرة ما بتهون إلا على ولاد الحرام. برافو عليك، ساوي لي فنجان قهوة. على راسي، تأمري. أنسة غدير، ما حكيتينا شو صار معك بالعريس؟ ولا العريس بحتار؟ مطر. يعني تقابلتوا؟ قابلنا. ايه وشو قال لك؟ طلب ايدك ولا لساتكم مرحلة التعارف؟ لا، دفشنا نفشة قوية لقدام. وكم 100,000 كيلو متر بدكم لتوصلوا لنهاية النفق تبعكم؟ خلاص ما تخجلوني، ما بقي كتير. أنسي غدير، هلا يعني انت مصدقة من كل عقلك انه واحد مثل حاتم بده يتجوزك؟ لا، ليش بني انا؟ بصراحة ما بكي شي وما بتشكي من شي، بس يعني شو قصدك؟ بصراحة يعني انت ما بتلبقي له وانت اكبر منه. ماما ماما، خدوا القهوة، خدوا، يلا على شغلكم يلا. انا صباح الخير. اهلين انسة. ايتها شو مين زعل القمر؟ شو بك حياتي؟ القمر زعلان لحاله، قال ما عجبه كل يوم ينقص منه شقفه، بده يضل بدر على طول. تقوموتو، رح ضل بدر، ما حصير قمر. لك دخيل قلبك انا، لك فشر البدر، لك انت احلى عروس بالدنيا. ميسي، اصلا ما حدا بيجبر بخاطري غيرك.
يقطعني على هالنسوة. شو سيدي؟ نسيت جيب لك 5000 معي. معلش بكره بتجيبي لي. مدام سماح، مدام سماح. شوفي. ولك ليش تأخرتي؟ شو بدي أعمل؟ أخذت بنتي لعند المرأة اللي بحطان ده طلعت مسافرة. أمتى أخذت لعند بنت حماية اضطريت أتأخر. مديرة هون؟ إيه هون إجت سألت عنك وقلت لها إنك جاي على الطريق. سألت عني سؤال بس ولا في شيء تاني؟ لا هي ما قالت شيء معين بس على كل إن هلأ بتشوفيها وبتعرفي. طيب يلا ماشي. تفضلي القهوة مدام. يسلم هالإيدين أبو فاضل. الله يسلمك. مدام سماح إجت إذا بدك من هالشي. بعرف إنها إجت. قالت لك ليش تأخرت؟ كانت ملبكة ببنتها. الله يكون بعونها. والله يا أبو فاضل شايفت لك أنت أحسن شيء إنك تشتغل محامي. الله يجبر بخاطرك يا رب. بيكون إجا سيادة الوزير. ألو؟ صباح الخير سيادة الوزير. أنا المديرة العامة ماجدة نظمي. كيف الصحة؟ الحمد لله. سيادة الوزير في مجال شوف حضرتك اليوم؟ في شوية أمور بدي ناقشها معك. طيب الساعة 11 بكون عندك. شكرا كثير. مع السلامة. يا رب يا رب إذا نجحت فكرتي رح أحقق نجاح عظيم. يا ربي تنجح يا رب. دعولي أمانة دعولي. ما قلتي لي سحر امبارح رحتي لعند ماجدة؟ ويا ريتني ما رحت. ليش؟ ما استقبلتك؟ استقبلتني بس ما لبتني. ليش؟ شو طلبتي منها؟ طلب كتير بسيط. طلب شو؟ طلبت منها تساعد جوزي لترسى عليه مناقصة المعمل بدها تبني وزارته. شو قالت لك؟ قال هي ما فيها تتدخل حتى لو كان المتقدم إلى أخوها. لطيف شو قليلة خير. لا سحار لا تظلميها، بجوز ما بيطلع بإيدها. ما بيطلع بإيدها؟ إيه بدنا ناخد المناقصة لو بدنا ندفع عليها 200,000 ليرة. يا ست إن شاء الله والله بفرح لكم. إيه بدك تفرحينا وتاكلي الحلوان كمان. إيه بدي حط على عينها وحدة واللي بده يصير يصير، بكرة بتشوفي. لا يا سيدي لا أنا مريض ولا شيء، بس هو مفكر حاله انه مو صار جوز الست المديره العامه، امتى ما بده بيروح وامتى ما بده يجي. لا سيدي هذا الحكي ما بقى ينسكت عنه. هات ورقه لا طول بالك شوي. طول بالك شوي، هذه مو من النوعيه. لنشوف ليش تاخر. بس مرحبا مدام سماح، السيده المديره العامه موجوده؟ ممكن احكي معها؟ هذه اليوم باجازه، امه شوي مريضه. شكرا لاهتمامك. مع السلامة. هات 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 شقوا للتقرير هات. لك لا تشق. لك أخي أمه مريضة وراح لعندها إجازة اليوم هو. شو شايفك كأنك طبتي؟ لا سيدي ما طبت. يعني ما لي سمعانك لا عم تتقوهي لا عم تتوجعي. الوجع بيروح وبيرجع. إن شاء الله بيروح وما بيرجع. مرحبا يا مي. اهلين سهلين. شلون عمي؟ اخ دخيلكم بطني. هاي جاوبتها. ولا قوة الا بالله. خير خير يا مو. شبكي لساتك تعبانه؟ ايه تقبرني تعبانه كثير انا. ما استعملتي الدواء؟ استعملته ما استفدت شيء. طيب يا مو قومي البسي لروح اعمل لك صوره ايكو نفهم شو معي. بتاخذني على مستشفى خاصه مو عامه محل ما اخذت عمك ابو رامز. على عيني وين ما بدك باخذك. يلا يا مو قومي البسي. ايه ماشي. شو يا بي هي طول الليل عم تتوجع؟ لك ابني شو طول الليل؟ من وقت ما رحت لوقت اجيت انت ما قالت اخ، بس هلا هلا ما بعرف شو صار لها. ليه عم تهز بكثير؟ ليه عم تهز؟ هلا بالايكو بيبين معنا، لا تهز. لا لا تكليهم، ربع ساعة وبيكون أخوك عندك وبياخذ البنت. إيه إن شاء الله ما بتأخري على موعدك، إيه. تسلمي لي، الله يخلي لي إياك يا رب، ما يحرمني منك ومن حنانك. لحظة شوي، إيه حبيبتي هدهد، إيه.
ايه ماشي حبيبتي، الله معك، مع السلامة. الله يعطيك العافية. المدير العام بمكتبة. عفوا، مين حضرتك؟ المفتش طارق من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. أهلا وسهلا، استريح شوي بس لبين ما قلها. على تفضل استاذ. على عيني. يعطيك العافية. أهلين استاذ طاهر، تفضل ارتاح. شكرا. بشو بقدر اخدمك؟ حضرتك اكيد بتعرفي انه نحن انهينا التحقيق بشركتكم. بس لسه ما وصلني تقريركم. تفضل، وهي نسخة عن التقرير. يسلموا هالايدين. معقول؟ كل هالتجاوزات هي صارت هون بالشركة؟ اي نعم. يا لطيف، مو مخليين شيء ممادين ايدهم عليه؟ اكثر شيء شاكر وموفق، ومشان هيك نحن اقترحنا كف ايدهم مبدئيا. يعني لسه بدكم تحققوا معهم؟ اي نعم، بس عنا بالهيئة. الله يعطيكم العافية، تعبناكم معنا. ما في داعي للشكر، هذا واجبنا. استاذ طاهر، ممكن اسألك سؤال؟ تفضلي. ليش حضرتك جايب لي نسخة عن تقريركم باليد؟ بصراحة أنا سمعت عنك كثير. ما بخبي عليكي، حاولت ألقط عليكي ولو نكشة صغيرة مشان يصير بالحجة أجي أتعرف عليكي، بس ما لقيت. بفهم من حضرتك إنه هلأ جاية بس مشان تتعرف علي؟ أولاً مشان أتعرف عليكي وهنيكي، وثانياً مشان توقفي شاكر وموفق عند حدن ريثما يصدر قرار السيد الوزير. على فكرة نحن أخذنا نسخة عن التقرير للسيد الوزير اليوم. أنا سعيدة جداً بالتعرف عليك يا أستاذ طاهر. وأنا أكثر. شو بتحب نضيفك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو وقته هيك؟ شو هالحلويات لمين هاي؟ لك الكل حلوان المصاري اللي قبضتهم امبارح. كتر خيرك يا ابو سهيل، خلينا اياك. شو وينه الاستاذ هادي؟ الاستاذ هادي اجازه اليوم. يلا كلوا صحتين، كلوا. لا من امله حطه لحتى يجي ياكل. ما خذ انت، يلا تعال نرش قطر. حط بسم الله. اعطيني معلقه. اعطيه معلقه. خذ معلقه. يلا قول بسم الله. هابي بيرثدي تو يو. عيد ميلاده لابو سهيل اليوم. صحتين. وموقف إلي هالحكي؟ إيه نعم إلك. خير، شو مناسبة هالحمقة هاي؟ ليكون في شي حدا جديد مفتري علينا وبدك تحولينا للرقابة الداخلية من شانه؟ لا، وانت الصادق بدي كف إيدك نهائيا عن العمل. أنا ما لي عامل شي بيستحق كف اليد، بعدين هذا الشي مو من صلاحياتك. معك حق، مو من صلاحياتي، بس بحب بشرك انه قرار السيد الوزير ما مطول لحتى يطلع بهالخصوص، وانت كمان شرحه. ممكن اعرف نحن شو عاملين لحتى عم بتهددينا بكف اليد؟ طبعا، تفضل اقرا تعرف. وانت بتحب تقرا ولا بتمسح عرقك فورا؟ لا مدام، ما في داعي، انا بعرف بدون ما اقرا. عظيم. هلا بتروحوا انتوا اثنين لمكاتبكم تقعدوا فيهم وما بتطلعوا منهم لنهايه الدوام، ولا بتوقعوا على اي ورقه، ولا بتصرفوا ولا ليره، ولا بتصدروا اي امر لحتى يطلع قرار السيد الوزير بحقكم. انتهت المقابلة. أنا مو من صلاحياتي، بس هن من صلاحياتهم يسرقوا. خربانة. شو استاذ شاكر؟ بلا استاذ شاكر بلا زفت. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ مثل ما قالت الست، منضل قاعدين بمكاتبنا لحتى نطق ونموت.
يعني ما بتحكي مع واحد من جماعتك؟ تدبرني استاذ الله يرضى عليك، انا وراي عيله طويله عريضه. لك بدي فكر لك رقبتك قبل ما حدا يتمسك فيها. ولك اترك رقبتي رح تخنيني. وبدي موتك كمان. لك شو سويت لحتى تموتني؟ لك اكيد غلطان شي كلمه دام الفتشي لحتى صار فينا هيك. لك اللي صار صار والندم ما رح يفيد شي، هلا لازم نفكر شو رح نعمل. روح فكر مكتبك على كيفك. طلع موفق معه حق. لازم نفكر شو نساوي قبل ما يصدر قرار السيد الوزير. اتصل بابو عامر لاخر مره شو مساوي. انسة عتاب، شفتي ابن خالتك؟ لا ما شفته، بس حكى معي على التليفون. وشو قال لك؟ ايه شو قال لي؟ ايه ما خلى كلمه حلوه ما حكاها عنك، طاير عقله فيكي. لك شو عملتي له تكوني ساحرتي؟ لا هو اللي ساحرني. عندي اخبار مهمه جدا 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 جدا، بس ما راح اخبركم اياها لحتى تشربوني زهورات وقهوه ساده ونسكافيه بحليب وكابوتشينو وكاكاو ومتي. ولهالدرجه الخبر اللي جايبتيه مهم؟ مو بس مهم، لك اهم من المهم. ايه وشو هو؟ استاذ شاكر والاستاذ موفق صاروا بخبر كانا. يعني لوين راحوا؟ ركبوا جناحات ولحقوا المدير العام السابق. الحبس؟ يس على الحبس. ليش شو ساووا؟ ما رح اقول لك لحتى تشربوني كل شيء طلبته. ايه تنمحي، ما رح نشربك شيء، اذا هذا الخبر صحيح بعد شوي بتنتبل في المديريه طبل وبنعرف كل شيء. وانا هذا رايي. الله يوفقك، بس فنجان قهوه ساده. ولا كاسه مي، بدك تحكي احكي، ما حب لك لا تحكي. ما بدي احكي. خليكي ساكته. لا بدي احكي، ما فيني ما احكي، بدي احكي. احكي. طمني دكتور، شو طلع معك بالايكو؟ ما طلع شيء. شو هالحكي؟ ما شفت المراره يعني؟ شفنا كل شيء، بس ما شفنا اي شيء غير طبيعي بكل جوف البطن. يعني المرارة ما فيها شيء؟ ولا الكبد ولا الكليتين ولا البنكرياس ولا الطحال. طيب دكتور لكام، من شو أمي عم تتوجع؟ بدك الصراحة؟ طبعا بدي الصراحة. أنا شاكك إنه شو دكتور؟ أمي مع هداك المرض لا سمح الله؟ لا 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 يروح فكرك بعيد يا رجل، أمك ما معها شيء من هاد كله. لكان أنت بشو شاكك؟ أنا شاكك إنها عم تتمارض. فهمت عليك. بإمكانك تاخدها على البيت. طيب دكتور أنا عدم المؤاخذة بلكي رجعت توجعت، شلون بدي اكتشف إنها عم تتمرض؟ بدك تستخدم ذكائك. أنا ماني شايف سبب عضوي يسبب لها أي ألم. طيب رح استعمل ذكائي إذا التقى. على مهلك يا مو، على مهلك، الله يرضى عليك، على مهلك، على مهلك. آخ يا نعمة بني آدم، شوكة بتطرحوا بالفراش. ارتاحي يا مرتاحي. شو هاد يا بي، شو طلع معها؟ شايفة طاقة؟ شغلتها كبيرة لأمي. لك يا بي شغلتها كتير كبيرة، المعدة فيها قرحة، البنكرياس ها، الكبد ما بعرف شو معبى، الكلاوي ما عم يشتغلوا، الأمعاء مسكرة. أوف 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 أوف، هلأ هدول كلهم طلعوا دفعة واحدة؟ ايه يا بي، بس الدكاترة قالوا ما في شيء بيخوف، بيتوقع غيرهم. شلون بده يتوقع غيرهم يعني؟ يعني يا بي اول يوم بيعملوا عملية بيشيلوا المرارة وبيحطوا غيرها، ثاني يوم بيعملوا عملية بيشيلوا الكلاوي وبيحطوا غيرهم، ثالث يوم بيشيلوا لها كل المعدة والامعاء وبيحطوا غيرهم. هن كانوا بيشيلوا المعدة بعملية والامعاء بعملية، انا قلت لهم لا شيلوا كل شيء سوا مشان نوفر اجرة عملية. خلاص انا طبت، ما عاد فيني شيء، لا تساووا لي شيء. ليش هيك ساويتي يا مو؟ ليش هيك؟ هلا اتصل بهادي واطمن على امه قبل ما اروح على الوزاره. الو. اهلين ماجده. طمني كيف امك؟ لا الحمد لله منيحه. عملت لها صوره الايكو؟ ايه عملنا لها الصوره. وشو طلع معها؟ لا الحمد لله ما في شيء خطير، شويه تشنجات، ضربها الدكتور قبلتين راح الوجع نهائيا. وقبلت تاخده؟ ايه ايه قبلت تاخده. يعني ان شاء الله هلا ما عم بيجعها شيء؟ لا لا الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. كنت كثير اكله همها، امان يسلم لي عليها. الله يسلمك، مع السلامه. بتسلم عليكي ماجده يا مو، كانت حابه تطمن عنك. ايه لو بدها تطمن علي كانت وقفت معي جنب مرتي حصرتني وخدمتني وضلت بوشي، بس المربى مربى واللي مو مربى بلا ترباية بضل. يا مو ما في داعي للحكي، الله يخلي لي اياكي. خايف على مشاعر مرتك؟ الحق معه يخاف على مشاعر مرته،
هذا الحكي اللي عم تحكيه انت ما بصير تحكيه، عيب عليكي. لك ماشي دم رباي احسن ترباي، وما حدا بيقدر يجيب معدلها بكلمه واحده. انت خليك ساكت سقف الحلق. ما بدي اسكت. ايه لا تسكت، ضل من هلا لبكره عم تحكي، ما حدا حيرد عليك، انا فايتنا. اخ يا ابي اخ. يا هدى طولي بالك شوي، ما تقولي الا وصل لعندك. والله حكيت معه على الشغل. طيب من هون لربع ساعة إذا ما وصل جيبي التاكسي على حسابي وجيبيها لهون. شو بدي أعمل؟ أمري لله. ماشي خلص، مع السلامة. خرب بيتك ملا بنت أحمى، ولا تقولي بنت أخوها. أنا رايحة على الوزارة، ادعي لي يتحقق اللي ببالي. إن شاء الله يتحقق اللي ببالك يا رب. قبل ما أسمع الأفكار اللي جاي تناقشيني فيها رح أبشرك بشارة خير. بعد المناقصة اللي أعلناها لبناء المعمل الجديد، السيد رئيس مجلس الوزراء أعطى موافقته النهائية لشراء آلات حديثة وجديدة متطورة. الحمد لله يا سيادة الوزير، أخيرا فعلا أنا بشارة. وأنا رشحتك أنت ومعاوني الأستاذ ثابت لتسافروا لألمانيا مشان تطلعوا على أحدث الآلات المطلوبة وتتعاقدوا على شرائها. وإمتى السفر؟ الأسبوع الجاي. طيب ممكن سيادة الوزير إنه ناخذ معنا الأستاذ نضال مدير المعمل عندي؟ ما عندي مانع. بعتي لي كتاب ترشيح مشان أعمل له مهمة معكم. شكرا كثير لك. تفضلي. شو هاد؟ اقريه وأنت بتعرفي. أنا كنت بدي أبعث لك إياه بالبريد، بس طالما أجيتي رح أسلمك إياه بجد. وأنا كنت بدي أحكي معك بنفس الموضوع. استدعيهم لعندك وبلغيهم القرار. وخليهم يقعدوا ببيوتهم ليصدر قرار جديد بحقهم. هلا بس ارجع على الشركه بقوم بالاجراءات اللازمه. هاتي نشوف شو الافكار الجديده اللي جاي تناقشيني فيها. عندي فكره يا سياده الوزير، اذا بتوافقني عليها وبتساعدني فيها رح نتخلص من كل الانتاج الكاسد اللي عنا. الله وايدك، انا مستعد لاي مساعده. شو هي فكرتك؟ حضرتك اكيد سمعت بحادثه تسونامي. كل الناس سمعوا فيها. ومبارح باجتماع مجلس الوزراء قررت الحكومة إرسال مساعدات عاجلة للدول المنكوبة من جراء الكارثة. والسيد رئيس مجلس الوزراء طلب من كل وزير يقدم اللي بيقدر عليه. عظيم كتير، أنا هذا اللي بدي إياه بالضبط. حضرتك بهالخبر سهلت علي الأمر كتير. عم بسمعك. طيب شو رأيك يا سيادة الوزير نصنع الأقمشة اللي عنا ونحولهم لبناطلين وقمصان وفساتين وجواكيت وإلى آخره من الألبسة الجاهزة، بعدين منبيعهم للحكومة مشان الحكومة تبعتهم مساعدات للدول المتضررة من الحادثة. والله فكرة معقولة كتير. أنا بهنيك يا مدام ماجدة. يا ريت تأجل التهنئة لبعد ما تتنفذ الفكرة. معك حق، بالأول لازم نعرض الموضوع على السيد رئيس مجلس الوزراء مشان ناخذ موافقته على دفع حق الأقمشة وإجرة تصنيعها. طيب اتصل فيه هلأ؟ إيه هلأ، شو المانع؟ هو ما في مانع، وبيجوز ينسر بالخبر ويفرح فيه. الله يسلم هديات على القهوة يا بي، مبين الخبرة فيها. لك سعيد سيد خبرك يا بي. خير يا بي. عمي أبو رامز ابن أخوه بعت له نص مليون ليرة مشان تكاليف العملية. أخ أخ أخ، الحمد لله، معناتها فوري جاء. إيه الحمد. وانت مين خبرك هالخبرية؟ شو يا موت، أنبزتي شايف، مو على أساس بدي تنامي. هلأ إمنا من سيرة النوم وما النوم، اللي مين خبرك هي الخبرية؟ مرت عمي. وصدقتها؟ وليش لحتى ما صدقها؟ أولا ابن حماك رامز ما صار له شهر ونص مسافر، ما حلو يصمد له قرشين. وقرايبه لمرتك صار له كذا سنة مهاجر، ما بحياتنا سمعنا بعتلهم قرشين، هلأ فجأة دبت فيه النخوة بعتلهم نص مليون ليرة. شو هالصرعة هاي؟ شلون بدي صدقها أنا؟ هلأ بهالأيام واحد لواحد ما عم يعطي ألف. معك حق يا مو، بس هيك صار. هادي شو مفكرني مهسترة ولا بنت صغيرة لحتى صدق هالحكي؟ هادي احكي الحقيقة أحسن لك. أنو حقيقة يا مو؟ حقيقة المصاري اللي بدها تدفعهم إجرة العملية، منين جابتهم مرتك؟ احكي لشوف. إيه ماجي ده ما رح تدفع شيء، بالعكس يا مو رح تاخد كل شيء حطته على دوز بارا من وقت ما مريض أبوه لهلق. هاي مرتك اخترعتها هاي القصة، شي نص المليون ليرة مشان ما حدا يسألها من أين لك هذا وقت بدها تدفع إجرة العملية. يا مو
لا تفوتي الحابل بالنابل ماجدة، ما بترتشي الله يخليكي، عند الرشوة خط أحمر، ها ما تفتحي السيرة. لا تلحمي كتير تقبرني، قبل ما تصير مديرة عامة حضرتها كانت تطبخ وتمسح وتجلي وتسمع كلمتك، بس هلأ تغيرت الأحوال. شكراً كتير إلك. شو قال لك؟ قال لي أنا بهنيك على هالمديرة العامة اللي عندك. يعني وافق على الفكرة؟ وافق يدفع حق الأقمشة وإجرة تصنيعها، بس بشرط الألبسة تكون جاهزة خلال أسبوع. ورجيني همتك لأشوف كيف بدك تقدري تحولي كل هالأقمشة اللي عندك بالمستودع لألبسة بظرف أسبوع. منلحق بأسبوع منلحق. منين بدك تلحقي؟ منين بدك تأمني آلات الخياطة؟ ومنين بدك تأمني العدد الكافي من الخياطات؟ موجودين. وين موجودين؟ إذا حضرتك بتساعدني بيلتقوا. أنا جاهز للمساعدة بأي وقت، وشو المطلوب مني؟ طيب معمل الألبسة الجاهزة تابع لسيادتك، فإذا حضرتك خلص 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 أنا فهمت عليك يا لطيف، شو أنه أفكارك جاهزة. أنا من بعدك يا سيادة الوزير. حاجة تتواضعي بقى، لو أنك من بعدي كنت سبقتك على هالفكرة. المهم رح تحكي لي هلأ مع معمل الألبسة الجاهزة؟ لا ما رح أحكي لك معه. ليش؟ لأني رح أمره أمر يترك كل شيء بإيده ويبلش بتفصيل الأقمشة تبعيتك. إيه والله العظيم قطعت لي قلبي. أهلين مدام ماجدة. أهلين فيك، تسلم. تفضلي ارتاحي. الله يخليك يا رب. السيد الوزير حكى لي موضوعك، أنا تحت أمرك، شو المطلوب مني على وجه التحديد؟ بتمنى من حضرتك أنه تشغل المعمل بكامل طاقاته وورشاته لحسابنا لمدة أسبوع. أنا رح أبعث لك أنواع مختلفة من القماش وكمية كبيرة منه منشان تحول هالأقمشة هاي لألبسة مختلفة، يعني بناطلين، فساتين، قمصان، ما بيهمني أنا يعني الموديلات بقدر ما بيهمني الكمية والسرعة. يعني خلال أسبوع لازم نكون مخلصين. الله يخليك، بدنا نعزبك معنا بهالشغلة هاي، وبس رئاسة مجلس وزراء يبعتولنا حق الألبسة نحن رح نبعث لك إجرة التصنيع. أنا تحت أمرك، من بكرة رح وقف كل الطلبيات اللي عندي وبلش بطلبيتك. الله يخليك يا رب، وأنا كتير كتير بكون ممنونة لألك. العفو يا مدام، هذا واجبنا. تسلم يا رب، كلك ذوق. أنا اسمح لي بدي أرجع على الشركة. طيب استني شوي بس لحتى نضيفك فنجان قهوة. كلك ذوق والله، منشرب إن شاء الله بعد تنفيذ الطلبية. لا هيك ما اتفقنا، بعد تنفيذ الطلبية أنا ما برضى فنجان قهوة، بدي حلوان مرتبة. إن شاء الله بتستاهل، كلك ذوق. تسمح لي. شرفتي مدام. شكرا. أنا كتير سعيد تعرف عليك. الله يخليك، وشكرا كتير مرة تانية على تعاونك معي. أهلا وسهلا مدام، شرفتي. مع السلامة. مع السلامة. أنا كتير منيح، وأنتي؟ انبسطت لحتى دخلت، ما بعرف شو كتبت. وأنتي روبا؟ ما كتير، نفس الشيء. يلا باي. شو طمنونا؟ كيف كانت مذاكرتكم اليوم؟ بس ما كتبت منيح، بس أنا خبصت. مبروك. الله يبارك فيك. هاني شو رايك تصير تدرسني مثل ما انك عم تدرس بسمة؟ لا حبيبتي، هاني استاذي وما انه فاضي يدرس حدا غيري، ما هيك هاني؟ لو عندي وقت فاضي كنت درستك، انا اسف. وانا لو اشطر منك كنت درستك كمان، اسف. انت ما حدا طلب منك تدرسني.